سلام عليكم حبيباتي، صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الحب والتفاؤل، وتاني التاني يعني صباح القفازة وشطارة. إن شاء الله على فيديو ديالي هادي تلقاكم كاملة مهنيين. دائما نقول لخواتاتي اللي حاسة شوية بالكسل، أخذي شيطانك ونوضي ديري دارة في البلارة، ولا دارة كي الحوتة في البلارة. البنات دائما رانا كاملة كربات البيوت ولا كعاملات، تاني عندنا براتيكمون نفس الروتين اللي نديروها مع الصباح، نضل لمدوزان دي فوا تاع نوزونفون، نفرزو فراشاتهم، نروحو نديرو لبتي ديجوني، ونبداو دائما نبداو يعني نخمو اننا الفطور نحوه بجيه. المهم ربي ان شاء الله يكون كاملة في العون ديالنا، واللي من داك يهبط لها المورال نقولها تفكري كلام ناس زمان اللي يقول لك زهو الدنيا شقاها، كل خير روحك بهاد الهضرة وضربي النح. هنا البنات كيما راكم تشوفوا طراشين كي ما يكونوش عندي بزاف، انا نحطهم في لافلانج ما نكذبش عليكم، لكن كي يكونوا هكذا كميه صغيره جو بريفير مع هاد الصابون تاع سيدو البنات. واش نقول لكم، نحى لنا حيره، ربي نحي الحيره ديالو على كل حال. وكاين واحد الاخوات سقساوني قالوا لي راهم لقاو في السوق، انا ما شفتش باللي واحد الصابون ليكيد اسمه سيدو ماجور ولا سيتو بلس ولا حاجه كيما هادي، قالوا لي اسكو تابع لنفس المنتج؟ نقول لك لا لا عزيزتي، سيدو كاين هكا لونتي تاش وعندو هذاك صابون مارسي فقط البنات، يعني لو كان كاين صابون لو كان راني قلت لكم عليه، ها هو لي كاين هذا لونتي تاش وهذا صابون مارسي تاني كيف كيف، ندوشو به نغسلو به الحوايج تاع لي بيبي نوريسون ويخرج تاني كلي تاش مانيفيك. ان شاء الله هكذا قدرت نجاوب على الاسئله ديالكم. شوفوا البنات انا صوبنت لي سيرفيات تاعي والماشينة تاعي راهي ليك تغسل. وهنا البنات كوم كنت ناويه ندير دجاج في الليل تلبية للطلبات ديالكم، استغلوا مليح معايا هذه الوصفة ودعوا لي دعوة الخير. راس تاع توم ندير فيه زوج مغارف صغار تاع مارغارين بيان معمرين، باطا كاملة تاع ياوغت طبيعي، ونديروا مغرفة تاع ديسير معمرة تاع فلفل عكري. يا خي البنات، ومن بعد هاتيك ندير مغرفة تاع ديسير معمرة خردل اللي هو الموطارد، ونزيد البنات ندير كمون. الكمون نديرو اونفيرون كيما راكو تشوفو نص مغرفة تاع ديسير هكذا، ونزيد ندير فلفل الكحل. هنا كان قاعد لي قيس اون كويار درتها كامله صلاه النبي. ونديرو دائما البنات اخي وصيتكم قلت لكم حاولوا انه يكون عندكم الكوري هذاك، ولا كيما باغ اكزومبل انا عندي هكا هاد التابل تاع بولي بالزعفران، المهم تابل مخصص للدجاج مليح للدار سورتو في التحميره هكذا نديروه. وهنا راح ندير الزعتر. البنات حكيت لكم على الزعتر في التحميره تاع الدجاج يعطينا واحد لوغو واحد البنه، انا دقتو فيه مستغانم البنات وقعد لي ما بين عيني من هذاك النهار وليت ندوزن الدجاج ديالي بالزعتر. الزعتر ومن بعد درت له تانيك شويه زيت وبديت نخلط هاد لاماريناد. وتانيك السر تاع البنه تاع الدجاج البنات الملح، على بالكم لو كان يكون الدجاج شويه مسوس ما يجيش بنين مالغري تكوني دوزنتيه بطبع، والدجاج يحب شويه الملح. كيما انا هاد لي بوتيت كويار اون بوا هادو اللي في الاسواق درت مغرفه معمره وربع، فوالا هذا هو الميزان ديالو. وبديت نخلط لا ماريناد ديالي هكذا راهي واجده، دوك نحط فيها لو بولي ونخليه. انا دوك راني مع الصباح من ضربتهم بمقارون دايوغ. شوفوا الكويزينيا راهو ليك يعني راكو تشوفوا لي طوماط شويه لا بلاك تاعي راهي ليك دو كوتي مطاشيه باللا طوماط. انا درت مقارون عادي والعشيه وجدت لا ماريناد ديالي، ومن بعد هاديك في الليل نحطو غير في الفلو في الفوغ. فوالا هنا زدت لهاد التتبيله زدت لها شويه تاع الماء وبديت يعني نحاول ندخل هاد التتبيله في الدجاج ديالي. البنات انا هنا عندي دي كويس، لي كويس باغ اكزومبل دائما نحاول كي ندير تحميره كي نروح نشري ما نشريش دجاجه باش كامله افراد العائله يعني كامله كيما ياكلوا لي كويس. على بالكم كيما انا ماشي على بالكم، كل واحد واش يحب، انا العائله ديالي كامل تحب هاد القطعه من الدجاج. سكيفي شوفوا الدجاج كومبلي كيما دوكا يدير 26000 ولي كويس يديروا 28 29، يبقى كي تشرو الكويس تحسوا روحكم بلي كاكو خرجتوا فيها خير ما تشرو دجاجه كومبلي ولا زوج دجاجات مثلا. فوالا هنايا راني ماغينيت كامله لو بولي ديالي، ومن بعد بيان سور يديا عاملين كبليغون نحيت لهم تانيك التتبيله اللي كانت لاصقه فيهم، وغطيت لو ريسيبيون ديالي بالفيلم اليمونتيغ. وشوفوا الكميه هذه اللي قعدت، ومن بعد نوري لكم واش ندير بها. فوالا وهنا البنات ها هوليك يعني كي الحق قريب المغرب حكمت لو بولي تاعي حطيته في هذا البلاطو لحالته حاله، ويعني تقبته بالموس. انا هذا البلاطو بزاف عزيز عليا، ومن بعد غطيت يعني هذاك لو ريسيبيون درت له شويه ما حطيته في البلاطو، غطيت بيان سور مع الاول بالفيلم هذا بالبابي كويسون، ومن بعد هاتيك بالبابي الومنيوم.
بعد ما فاتت ساعه وربع خرجتو، لقيت البولي ديالي طاب زبده. الوغ واش درت هنا؟ هذيك اللي قعدت درت لها طوماطيش مصبره وشويه تاع العسل، فوالا عسل نقولوا قسم غير فتاة قهوه، تعطينا واحد البنه واحد التحميره من الفوق. واش نقول لكم؟ وبان بانسو يعني درت كامله، طليت كامله تيك الكويس ديالي وزدت سقيتو بالمريقه. يجيكم واحد الدجاج يا البنات واش نقول لكم، مخالف من يديكم بنين نطري يحبق. وهذيك الطبقه الفوقانيه دوك انا خلاص الدجاج ديالك وتشوفوا راهو طايب، نزيد نشعلو من الفوق برك ونخليه يتحمر بهذه الطريقه. وشوفوا الدجاج ديالي شهيدكم بالصحه يا ربي. كل وحده راهي محمه ولا راهي يعني اونسانت ولا نفسها، ربي يجعلها تسمح لي. والله هذه الوصفه انطلبت مني. وبعدها انا قدمته مع بطاطا مقليه، لاصوص هذيك كو شفتوا كيفاش كانت فريمون يعني زاكيه. نقدروا نديروا معها الروز، الروز نغلوه ونحطوا معها هذه المريقه ولا هكا مع دي فخيت. المهم نقدموه باش حبينا. شوفوا هنايا راني قسمت لكم الدجاج باش تشوفوا كيفاش طاب حبق. فوالا هذه هي يعني بالنسبه للوصفه اللي طلبت مني، وان شاء الله تكون نال الاعجاب ديالكم وراكم تجربوها وترجعوا لي بالخبر. هذه يا خواتاتي يعني بالنسبه للوصفه تاع هذا اليوم. شوفوا راني درت لكم دي فوتو باش تشوفوا كيفاش خرج الشكل ومضمون. وهنا البنات هاهم ليك طراشن ديالي، انا نخليهم نطلي لهم هذاك الصابون ماجيك ونخليهم، ومن بعد كنغيوها هكا بيدي وشوفوا كيفاش يخرجوا يشعلوا شعير. الوغ لو حطيتوهم في الماشينه ودرتو لهم ما سخون لي كولور ديالهم يقعدوا هما يعني هذا الصابون حالنا بزاف حيره. والحمد لله رانا كامله متفقين على نفس الشيء. ودركا يا حبيبات قلبي راكم معروضين كامله كيما راكم باش تجوا تشوفوا معايا هذه القناه اللي اسمها اكسترا بنين تاع اليسا وسامر. اليسا هذه بنت بلادنا وعايشه يعني في لبنان، الزوجه ديالها لبناني، وقناتها يعني نمثل لكم الراي ديالي جلا تخوف اكثر من رائعه. لكن مدى بيا نسمع الراي ديالكم ونقراه في التعليقات وقولوا لي يا البنات بكل امانه بالله عليكم، اسكو هذه القناه تستاهل اننا نشجعوها ونوقفوا معها ولا لا؟ لا نخليكم مع هذه المقاطع حبيبه قلبي، ونقول لكم الى فيديو واحد اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أعزائي الفيورز أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من قناة إكسترا بنين. أنا سام وأنا أليسا، واليوم رح نشوف وصفة كتير سهلة وكتير طيبة وتدبيرتين كتير حلوين من إيدين أليسا. بالنسبة للوصفة هي عبارة عن طاجين البطاطا بالحليب. هنا راني نقشر فيه بعض حبات من البطاطا ونقطعها دوائر، وحبة بصلة كبيرة بعد ما قشرتها نقطعها إلى شرائح. نرمي البصل بهالطريقة، منجيب هيدا الشيء ومنحطه على النار ومنشعل الغاز عليه. هيدا الشيء اسمه طاجين، طاجين فخار. نحط له زيت زيتون، 2 لتر زيت زيتون، لا كمية معتبرة فقط، نص كيلو زبدة، شوية زبدة، ونقليه البصلة، شوية معدنوس، رشة فلفل كحل، وشوية ملح، ونضيفوا الحليب. نسقطوا البطاطا ونخليوها تغلي، وهيك بيصير عندنا مهلبي. لا لا طاجين البطاطا. راح نحركوها باش ما تلصقش، واكيد نقدموها في صحن التقديم. عجبتك الاكله؟ بصراحه كثير طيبه. نتاع الاول لما كنت عم بطبخها ما كانش عجبتك؟ هو شكلها بيفزع كان اثناء الطبخ، بس بعدين فعلا طعمتها طيبه. يسلم ايديك. واكيد الجبنه لازمه تساعدنا على محاربه الكوليسترول وزياده الوزن. التدبيره هيدي رجاليه، عندنا لوحه تقطيع مخرشم ومتجروح. بجيب ورق برداغ خشن وناعم، كمان بجيب كفوف، بدله مينرال اويل، وقطعة قماش. الزيت هو زيت معدني. يس، مينرال اويل هذا بيستخدمه بتطبيقات المنزل، تلقاوه في عند العطار بيلتقى. صح. نبدا نحن نحفها بهالطريقه هيدي بالبرداغه الخشنه لحديت ما يروحوا الشقوق والجروح. بعدها بنستخدم البرداغه الناعمه لحتى ننعم اللوح ويطلع ناعم وتطلع جديده وكانه شريناها جديده. وكانها جديده صح. أيه. على قدر ما قوه الشخص قديش بيقدر يحف قديش بيطلع معه جديده. بنحط الزيت على اللوح الخشب لحتى نحميه من البكتيريا واشياء تانية، وبهالطريقة بيكون لوح الخشب صار جديد. وهذا شكل اللوح بعد ما كملناه. بالنسبة للركوة أنا ما قدرش نشرب في ركوة مسخة، عندي الملح
والقارص الدجاجة هذه ما عباليش من خرجت. دونك كما تعرفوا كامل بالليل نحاس نحكوه بالملح والقارص باش يخرج شعير، نبقى نحك فيها حتى تروح لها هذيك الكحولية. وطريقة جد سهلة يعني أغلبية الناس تعرفها. نحن صار نزل لكم في أمان الله، فيديو طبعاً خلص إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، نشوفكم في فيديوهات أخرى مع وصفات وتدابير جديدة. في أمان الله.